قبل ما ندخل في تفاصيل حلقتنا النهارده واقول لكم معانا ايه، في الحقيقه في حاجه كده حصلت امبارح صعب ان اي حد ما يتكلمش عنها. مباراه منتخب جزر القمر ومنتخب الكاميرون في كاس الامم الافريقيه كانت في دور 16. كل الناس تابعت، اللي ما تابعش عايزه اقول لكم ان منتخب جزر القمر لعب المباراه وهو غايب منه 12 لاعب بينهم 3 حراس مرمى اصابات كورونا. كانش في حارس مرمى موجود اصلا، المدير الفني كمان ما كانش قادر يبقى موجود برضه في المباراه لان كان عنده اصابه لكورونا، اضطر ان هو يخلي الظهير الايسر للمنتخب هو حارس المرمى في المباراه. الظهير الايسر انا تخيلت اللحظه ان هو حارس مرمى، ان هو جول كيبر، الراجل ده اتخلق كده. بس طبعا في لقطه كده على السوشيال ميديا انتشرت يعني، وهو طبعا داخل عليه المهاجم كان حاطط ايده ورا ظهره لان هو مش مكانه ان هو حارس مرمى. الراجل نسي من كتر ما هو يعني بيقدم اداء رجولي جدا، اداء رائع. اللي نقدر نقوله لمنتخب جزر القمر امبارح، شكرا شكرا على اللي انتوا قدمتوه واللي التاريخ هيفضل يتذكره دايما، ان انتوا وصلتوا للمرحله دي لدور ال 16. مباراه بتاعه امبارح قدام الكاميرون، قدام المنتخب اللي هو صاحب الارض وصاحب الجمهور وكل الظروف والعوامل المحيطه بتقول ان كده كده الكاميرون، حتى تاريخ الكاميرون يقول ان الكاميرون هي اللي تكسب. جزر القمر اول مره يصعد لدور ال 16 من تاريخ كبير جدا. الرساله اللي اداها امبارح المنتخب ده اداها يعني رساله للعالم كله، رسالة رياضة للعالم كله. أيوة، اللي حصل مع منتخب جزر القمر ده رسالة لكل الرياضيين في العالم، رسالة لكل شخص عنده طموح وحلم وعايز يحققه. خلينا نقف عند نقطة إتو وهو بيحتفل بالهدف. إتو بيحتفل بإيه؟ إتو بيحتفل بفريق مفيش تكافؤ خالص قدام منه، فرص خالص، بفريق زي الكاميرون بقوته وبجمهوره وبملاعبه وبأرضه والبطولة عنده. الحكم امبارح كمان يعني كان ليه قرارات غريبه كده قدام منتخب جزر القمر. ولكن الرساله اللي احنا بنتكلم فيها النهارده مش على مباراه امبارح، مش بتكلم على احداث امبارح، انا بتكلم على الرساله ما وراء المباراه. اوعى تخلي الظروف تقف قدامك ابدا، دايما تعافر وحاول ان انت تتخطى كل الصعاب والعقبات اللي بتقابلك عشان توصل لطموحك، حتى لو امكانياتك كانت ضعيفه، حتى لو الظروف كلها عندتك، حتى لو الظروف كلها كانت ضدك، لازم تتمسك بحلمك وبهدفك، تخلي العالم كله يبص عليك غصب عنه. اللي كان بيحصل امبارح ده حاجة التاريخ كله هيفضل يذكرها. فاكرين لما كنا بنقعد نقول حدوتة مونديالية ولا من كاس العالم ولا كاس الأمم الأفريقية؟ دي هتبقى حدوتة في يوم من الأيام وهنحكيها لأولادنا. ممكن تكون الإمكانيات المتوفرة ليك ضعيفة، لكن عندك إرادة كبيرة جداً. كان امبارح في اداء رجولي واداء حاسين بقيمه التيشيرت اللي هم لابسينه، حاسين بقيمه بلدهم، بقيمه منتخبهم. الناس دي مش جايه تهزر، الناس دي جايه تقول احنا هنعمل اللي هنقدر عليه انك تحقق حاجه لنفسك واسرتك وبلدك. ده اللي بيخلق جواك عزيمه انك تتحدى كل الظروف والامكانيات عشان تكون بطل وتحقق انجاز كبير يتحسب ليك ويتخلد اسمك في التاريخ الرياضي. اللي عنده حلم وهدف هيقاتل عليه مهما كانت الظروف، مهما كانت المعوقات اللي بيواجهها. الحمد لله عندنا في مصر الإمكانيات متوفرة، الحمد لله جدا. الدولة المصرية في السنين الأخيرة وتحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرياضة المصرية بتشوف نهضة غير مسبوقة، دعم غير محدود ما حصلش قبل كده نهائي من سنين كتيرة جدا. ما شفناش اللي بيحصل دلوقتي في مصر في كل المجالات، ولكن عشان بنتكلم في الرياضة فهي طفرة غير مسبوقة. لو في شوية مشاكل أو أزمات بتواجهك أنت أي رياضي، أعتقد أنها حاجات أقل بكتير من اللي كان بيحصل قبل كده، من اللي كنت بتواجهه أو بيواجهه رياضيين قبل كده، من اللي بيواجهه رياضيين كتير في دول تانية غير مصر. يعني عندك في مصر جزء كبير جدا من احتياجاتك اللي تخليك بطل وترفع اسم بلدك بره مصر، مهما كانت التحديات بقى، مهما كانت العقبات اللي بتواجهك. كمان مش لازم تكون انت البطل وتفوز بميدالية عشان التاريخ يفتكرك. اللي بقوله لحضراتكم اللي حصل امبارح من منتخب جزر القمر هيفضل في ذاكرة وعيون كل العالم،
انه بطل قاتل على حلمه وطموحه رغم المعوقات والسلبيات والازمات اللي واجهته. كان في حاجات خارج عن ارادته، كان في حاجات ضده، كان في قرارات صارمه متعسفه ضده، كان في اصابات بالجمله، كان في حاجات كتير قوي. كل حاجه امبارح كانت تقول ان الفريق ده يخرج من المباراه كده بالميت، شايل 10 مثلا من منتخب الكاميرون اللي ليه تاريخ كبير جدا في الكره السمراء. لكن هما وقفوا صامدين، ادوا رساله، رسالتهم اللي كانوا رايحين عشانها، ووصلوا رساله للعالم كله.